ومما يوجد في شهر الله المحرم يوم عاشوراء الذي عظمه الإسلام. فعاشوراء يوم فاضل عظمه الإسلام فوجب أن نعظمه، فهو يوم حقيقي، يوم حقيقي يسمى عاشوراء. عاشوراء معناها العاشر، والمبالغة في العربية تأتي على وزن فاعلاء، فاعلاء، عاشوراء، خابوراء، كلها تأتي للمبالغة. عاشوراء معظم، فحتى اسمه فيه التعظيم على وزن فاعلاء. عاشوراء، هذه العاشوراء التي وردت فيها أحاديث تحث على صيامها، فهي أحاديث متواترة لا تقبل الشك ولا الطعن، ولا تقبل جدل مجادل ولا مراء 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 أو مجادل بغير حق، لأنها بلغت درجة التواتر. رواها 24 صحابي، هذا ابن عمر، هذا ابن عباس، هذا معاوية، هذا أبو سعيد الخدري، هذه الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، هذه صفية، هذه عائشة من أمهات المؤمنين. رووه 24 صحابي، رووا صيام يوم عاشوراء 24 صحابي، كلهم يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب في صيام يوم عاشوراء اللي هو يوم الثلاثاء القادم، الثلاثاء القريب هو يوم عاشوراء. فروا هذا مما يفيد التواتر، وأجمع العلماء بلا خلاف أن صوم عاشوراء هو صوم سنة واتباع، وأن النبي صامه وأمر بصيامه على سبيل الندب والاستحباب والترغيب ورجاء الفضيلة ورجاء الثواب، هكذا رغب النبي عليه الصلاة والسلام في صيام يوم عاشوراء. قال ابن عباس كما في الصحيحين: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، اليهود يصومون يوم عاشوراء. قال: ما هذا؟ قالوا: يوم نجى الله فيه بني إسرائيل فصامه موسى فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فصام عاشوراء وأمر بصيامه. الأمر هنا مش واجب، مستحب، ما فرض الله صيام شهر إلا رمضان. أما بقية الصيام فالصيام عند أهل العلم بإجماع أهل العلم الصيام بر من أنواع البر، وفضيلة من أنواع الفضائل، وخير من أنواع الخير، ومسارعة في الثواب لمن وفق إليه. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار. صامه وأمر بصيامه لأن بني إسرائيل يرون أن الله نجى بني إسرائيل، والقرآن الكريم صرح بها: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان غاليا من المسرفين. فنجاهم الله عز وجل منه، وبين أن الله عز وجل فضلهم على العالمين. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كما في الصحيحين، صحابية تسمى الربيع بنت معوذ، مش الربيع، الربيع رجل والربيع امرأة، نقول الربيع رجل والربيع صغرى امرأة، اسم امرأة. قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل غداة يوم عاشوراء، أرسل في قرى، في القرى، أرسل في القرى في صباح يوم عاشوراء، قال: من كان مفطرا فليتم يومه، ومن كان صائما فليصوم. قال لهم: اللي ما بقي ما صامش في عاشوراء، اللي فطر في ذاك النهار ديال عاشوراء يكمل النهار وما يفطرش وما ياكلش وما يشربش في يوم عاشوراء. من كان مفطرا فليتم يومه، هكذا قال أهل العلم في تفسير الحديث. ومن كان صائما فليصوم، اللي كان صايم يصوم يكمل الصيام ديالو، واللي فطر في يوم العاشوراء ما يكملش الفطر، يصوم في بقية اليوم، فطر الصباح يوقف ما يبقاش ما ياكلش. هذا على سبيل الاستحباب والندب والترغيب في صيام يوم عاشوراء. شوف، أرسل النبي غداة عاشوراء إلى القرى، رسل اللي كيرغبهم
في صيام يوم عاشوراء. هذا تاريخ صحيح وثيق، تاريخ وثيق حق، يرسل النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في صيام عاشوراء. لولا أن الأمر عظيم والأمر مطلوب ما كان عليه الصلاة والسلام ليفعل هذا الأمر ويرسل إلى القرى. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: فكنا نصوم أبناءنا أو أطفالنا، كم كيصوموا الدراري الصغار في عاشوراء كيصوموهم، فإذا ونصنع لهم لعبة من العهن، كيصنعوا لهم واحد اللعبة من العهن، العهن هو الصوف، كيصنعوا لهم واحد اللعبة من الصوف، فإذا بكوا واحتاجوا إلى الطعام ألهيناهم باللعبة حتى يأتي وقت الإفطار. حتى الصغار كانوا كيصوموهم، ماشي واجب، ولكن يرغبونهم في الخير، يدربونهم على الطاعات وعلى مساقط الرحمات، هكذا كان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر، فهو يوم من أيام الله. وتذكروا أن أيام الله وردت في القرآن، وذكرهم بأيام الله. يوم من أيام الله هو عاشوراء، وإنما الممنوع في عاشوراء هو البدع التي لا تجوز، والعادات المجوسية، إيقاد النيران، هذيك الشعيلة وهذيك المفرقعات وهذيك الاحتفالات، كلهم بدع لا تجوز. الإنسان لا يثاب على بدعة، بل البدعة فيها الإثم وهي خطيرة على صاحبها تدخله النار. فالواجب تجنب البدع، ما يوجد شيء أعظم من هذه البدع. ثم العادات السيئة والبخور والجاوي وهذاك الأشياء التي تعرفونها، ذاك تاريخ يجب أن يمحى، وتلك عادات يجب أن تكون تالفة وألا يقترب منها أهل الإسلام. فينبغي التحلي بالسنن وترك هذه البدع وترك العادات السيئة التي يفعلها بعض الناس في هذه الأيام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، واحفظه في ولي عهده، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.